غزالة حسن، إدارية باقتصاد المرأة بالشهبة. نحن هون قررنا نفتح مشروع لزرع البصل لكي نساعد النسوان بالاعتماد على حالهم، على ذاتهم، يعني مشان أن يدبروا حالهم المعيشة. بس نحن هون عم نلاقي كتير صعوبة بتأمين المازوت، بتأمين احتياجاتنا. يعني الحصار اللي عم بيصير علينا من قبل النظام، يعني نحن كتير عم نلاقي صعوبة. وقدر الإمكان يعني نحن عم نحاول نأمن لهالشعب والنساء الموجودات أخص شي فرص العمل لتأمين احتياجاتهم المادية أكتر شي. يعني المشروع نحن بنعتمد أكتر شي أغلبيتهم على النساء، تقريبا 25 عامل نحن من هون من نازحين عفرين عم بيشتغلوا هون يعني بهالأرض. نحن هون قمنا بزرع البصل بداية السنة وطول معنا، نحن هلا بشهر الثامن عم نجني البصل، يعني تقريبا رح يطول معنا شيء بحدود الأسبوع 10 أيام حسب يعني إيد العاملة. يعني نحن أصلا نحن ببداية الأمر زرعنا توم، بشهر الـ11 زرعنا توم، الأرض نصها زرعناها توم نصها زرعناها بصل. لما جنينا شهر الخامس التوم قمنا بزرع الجبس البطيخ الأحمر. نحن هلا زرع بدنا نشيل البصل، بنحاول بنشوف الخريفي ايش في زراعة للخريف نحن رح نزرعه. 7 هكتارات عايدة لاقتصاد المرأة، يعني المرأة هي منها لحالها بتعتمد على مصاريفها، على كل شيء، إدارتها، يعني نحن من اعتمادا على حالنا. يعني أنا فضة، أصلي من حندرات، وبس هلا أنا نازحة هون يعني فافين، وبطلع يعني شغل بالأراضي. يعني من أنا بنت، مو هلا، من أنا بنت بطلع بالأراضي أشتغل، يعني كل شغلي عدت علي، بعرف كل شغلي هلا. يعني قد ما اشتغلت كتير يعني وتعبت، يعني عند أهلي وعندي هلا عند جوزي، يعني تعودت على الشغل. الحصار يعني من هلا، يعني بعد ما صار الحصار أول أزمة يعني سورية، يعني جت على سوريا وعلى عفرين كمان هالضرب وهالمشاكل وهيك، يعني بس أولي ما كنت يعني أتعب مثل هلا. يعني أول صحيح بشتغل وهيك، بس مو مثل هلا يعني بهالوضع هذا. هلا أصعب يعني من قبل. يعني اليوم أول نهار لسه عم نطلع بالبصل بنشتغل يعني بالأرض هي، يعني هلا يعني صحيح أنا عم أتعب وهيك، بس يمنى يعني بيشتغل مع رفيقتي وهيك، يعني بحكي معه وبتسلى وهيك، يعني بنسى حتى التعب بنسى. يعني اول ازمه يعني جينا على الشهباه هون بشتغل، يعني طلعت بشتغل بالبطاطا كمان، بشتغل كمان اشتغلت بالبطاطا. يعني حرام يعني بس يعطونا يعني يدعمونا، يعني شايفين وضعنا هيك وهي بينطوا، حرام يعني. تجينا معونات كمان يعني عم يدعمونا كمان، الله يوفقهم يعني يحميهم ان شاء الله، كمان عم يدعمونا بالمعينات وخبز، يعني خبز كمان ما هو غالي. يعني شو قد الربطة يعني صارت 50، الـ50 ما عاد تسوي شيء الحز، يعني انه ما في مازوت يعني، والدرب مو مثل اول، يعني سكر هلا الدروب سكرت كمان، يعني كان يجينا دعم وصار غالي. يعني كمان هلا غلي كل شيء صار غالي، يعني الفقير اذا بده يشتري كيلو بندورة
يعني ما يحسن. الفقير هاي ما عنده شلون بده يجيب كيلو بندوره؟ اذا ابنه بيشتهي يعني على اكله او شيء وما بنحسن نجيبه، يعني منين بده يجيب بعدين؟ يعني مشان هيك يعني صحيح عم نتعب هيك مشان بس ما خلي شيء يعني ابنه من نفسه، يعني شيء كل شيء بنشتهي له. يعني الولد كل شيء بيشتهي ياكل، تعي يقولي له ما في ما بيعرف يعني بده، وهي من هالشي عم نتعب مشان نجيب لاولادنا يعني.